جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: زوجة تتصدق أحيانا بملابسها وملابس أطفالها دون علم زوجها، فهل عليها إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الملابس قد استغنت عنها واستغنى عنها أولادها فلا بأس بالتصدق بها إذا كانت تنفع الفقراء، أما إذا كانوا بحاجة إليها وهي تصلح للاستعمال فإنه لا بد من إذن الزوج، لأن هذه من الأموال التي لا يجوز إخراجها إلا بإذن الزوج، لأنها ملك له ولا يجوز ذلك إلا بإذنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا بعض النساء شيخ صالح يكسبن الصدقات بملابسهن وملابس أطفالهن من أجل أن يلبسن موديل جديد، هل من كلمة شيخ صالح؟ هذا يعتبر من الإسراف المنهي عنه، فالمبالغة في الملابس والإسراع في تغييرها لا لشيء إلا لطلب الموديل الجديد كما يسمونه، هذا من الإسراف المنهي عنه ومن المخيلة المنهي عنها. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. فالمسلم يكون متوسطا في أموره بين التقتير والبخل وبين الإسراف والتبذير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذه من صفات عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم.